جناح مرعي تاريخ كبير وانجازات كبيره جدا مع نادي الاتحاد السكندري، بس اكيد شعور مختلف بعد توليك مسؤوليه نادي كبير بحجم نادي الزمالك يا كابتن احمد. طبعا هو يعني بالذات ان كذا مره كان في احتمال ان انا اجي اشتغل في النادي وما حصلش نصيب يعني، ففي ترقب من جماهير نادي الزمالك لمجي، ده عامل لي برضه يعني مسؤوليه وضغط يعني كبير، لان طبعا الناس لما تكون متعشمه ان انت وجودك ان شاء الله هيضيف، فالواحد بيبقى حريص ان هو ما يخيبش ظن المسؤولين والجماهير وكل ابناء اللعبه حتى في النادي يعني اللي استقبلوني استقبال يعني انا واحد منهم. بس طبعا ان انا اتولى المسؤوليه بصفه رسميه دي كانت حاجه بقى لنا مده انا والنادي نفسنا انها تحصل، الحمد لله حصل في توقيت، ندعو الله سبحانه وتعالى ان يكون التوقيت سليم وان احنا نكون على قد المسؤوليه بالنسبه لفرقه الباسكت بتاريخها الكبير في نادي الزمالك. قعدتي من شهرين كده في بدايه الموضوع بدون بقى الخوض في تفاصيل كتير، حسيت بروح جديده، فكر مظبوط لتطوير فرقه الباسكت، شجعني فعلا ان انا يعني اعمل الخطوه ده، هي ان انا اجي على نادي الزمالك. احنا بدانا فعلا مع اللاعبين الفري اللي هو مش داخل في اي منتخبات او ما عندوش مشاكل يعني الحمد لله ما عندوش اصابات، فبدانا نشتغل معاهم، وهتبقى الخطوه الجايه هي دخول اللاعبين الدوليين في مرحله الاعداد الجديده بعد ما ياخدوا راحه كده اسبوع ان شاء الله. ده عمليه المواءمات ده، هي دي جزء مهم جدا في بدايتنا ان شاء الله عشان نوصل بالفرقه كلها بكل افرادها الليفل واحد ان شاء الله. انا نفسي ان يطلع قرار رسمي برجوع الجماهير لصالات كره السله، يعني انا مش فاهم برضه بكل الموضوع ده بسيره دايما في الموضوع، ما احنا المنتخب كان بيلعب لسه من يومين والصاله كانت مليانه، هي ايه المشكله؟ انا مش فاهم يعني ما علشان جماهير الزمالك وحشونا وهم معانا، واكيد جماهير نادي الاتحاد مع فرقتهم واكيد جماهير الاهلي مع فرقتهم، الحاجات دي بتسري وبتضيف حاجه كبيره جدا لجماهيريه اللعبه يا جماعه. يعني احنا بدانا امبارح بس اول يوم بدانا تدريب وكده، ان شاء الله هنبتدي فتره اعداد للفريق، هتبقى مختلفه لان في مجموعه من اللاعبين كان عندنا منتخبات، في لعيبه في المنتخب الكبير اللي هو 5 على 5، وكان في لعيبه منتخب 3 اون 3 تحت 23 وفريق الاول، وباقي اللعيبه ابتدينا معاها امبارح، لعيبه ال 3 اون 3 رجعت، فطبعا بنعمل برامج اعداد للفريق على يعني لعيبه مختلفه عن بعض، يعني اللعيبه اللي كانت في المنتخب هتبقى ان شاء الله بعد العيد هتنضم لينا، اللعيبه بتاع 3 اون 3 واللعيبه الموجوده بدانا امبارح، ان شاء الله فتره الاعداد بتبقى يعني هي كامله بتبقى في حدود 6 اسابيع، طبعا كابتن احمد مرعي كابتننا كلنا واستاذنا، وكان الموضوع ده يمكن اتاخر كتير ان هو يبقى موجود معانا في نادي الزمالك، والحمد لله يمكن اتحقق. يعني كابتن مرعي عنده ميزه كبيره جدا يمكن مش موجوده في مدربين كتير، مش بيعتمد على اللعيب الواحد او الفريق اللي يعتمد على مجموعه معينه من اللعيبه، لا هو بيعتمد على فريق كامل، ده كان واضح في كل الفرق اللي مسكها قبل كده سواء نادي سبورتنج او سواء نادي الاتحاد. اعتبر بدين امبارح اول تمرينه مع كابتن مرعي، عملنا اجتماع شرح فيه الفتره الجايه اللي هيحصل فيها التمرين، مواعيدنا، اجازاتنا عشان داخلين على عيد، كل حاجه. اعتقد احنا بنتقابل الفرقه كلها، احنا اول فرقه تبدا للموسم ده بادئين بدري، نقدر نستعد مع الكوتش، لسه الكوتش اول مره يجي لنا، لسه ما عرفناش سيستم ولسه ما عرفناش هو يعمل معانا ايه، هناخد وقت طبعا فتره قبل ما ننسجم معاه في كل حاجه، بس طبعا بادئين بدري عشان كده، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل فتره اعداد كويسه نبدا بيها الدوري باذن الله. انا كان عندي اصابه في اكيليس، كان عندي التهابات، بس الفتره اللي فاتت كنت بلعب عليها عشان كان عندي نشاط مهمه، والحمد لله قدرت اعمل ريكفري كويس وتعالجت، فببدا التمرين واحده واحده. يعني كابتن مرعي مدرب كبير وتاريخ كبير، راح كل فرقه خد فيها بطولات كتير، اتمنى يكون ان شاء الله يعمل ده معانا، واحنا محتاجين شخصيه زي كابتن مرعي في الوقت ده، شخصيه حازمه، شخصيه عندها نظام، يجبر الجميع اللي يمشي على النظام ده. نشتغل بدني الاول وبعد كده نخش في الحاجات الفنيه والتكتيك مع كابتن مرعي، وان شاء الله يكون بدايه موفقه وسنه كويسه لجمهور الزمالك. يعني ان شاء الله احنا بادئين يعتبر يعني من بدري، ان شاء الله بادئين جامد ومركزين، وان شاء الله نحقق احسن حاجه، وان شاء الله بطولات السعيد ان شاء الله باذن الله. طبعا كلنا متحمسين ان احنا نشتغل معاه، يعتبر طبعا تاريخ كبير جدا كلاعب او كمدير فني، حقق بطولات كتيره جدا، ونتمنى ان احنا نكمل معاه ان شاء الله بطولات هنا باذن الله.